تخيل لو أمانينا نوعدها تلاقينا وتنور ليالينا وتتحقق مساعيك. أخيرا بقطف ثماري وعيش جنة أفكاري وأوصل بعد إصراري ولا ضيع أمل فيك. مستنيك على السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء طالبات الوردات، نلتقي اليوم على الخير والبركة إن شاء الله في تصوير المحاضرة السابعة واللي هي المحاضرة الأخيرة من محاضرات الفصل الأول. محاضرتنا لهذا اليوم هي ما راح تتضمن شرح موضوع إضافي، وإنما محاضرتنا لهذا اليوم راح تتضمن حل أسئلة إضافية تابعة لموضوع أعداد الكم الأربعة، أي إنه اليوم شكو مثال أو تمرين أو سؤال من أسئلة الفصل الباقي ما شرحناه لحد الآن راح نشرحه بالتفصيل على مود تكون أعداد الكم الأربعة. إحنا حالين كل الأمثلة وكل التمارين وكل أسئلة الفصل المتعلقة بهم بالإضافة إلى أسئلة خارجية اليوم راح أشرحهم إلك. طبعا أسئلة اليوم راح تتضمن أفكار جديدة، لكن أرجع وأقول لك محاضرتنا لهذا اليوم إذا ما نباوع المحاضرة الخامسة والمحاضرة السادسة ونضبطهم 100% لا تباوع هاي المحاضرة. نصيحة أستاذ الطلابة، نصيحة أخ الأخوته، رجاء طلاب إذا ما نباوع المحاضرة الخامسة والسادسة وما نضبطهم 100% اطلع من هذه المحاضرة، روح باوع المحاضرة الخامسة والسادسة بعدين تعال باوع هذه المحاضرة. محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون محاضرة جدا جميلة وسهلة وبسيطة. نبدأ بمحاضرتنا لهذا اليوم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أنا ما راح أراجع أعداد الكم الأربعة لأنه شرحتهم وراجعتهم بالتفصيل، وإنما راح أبلش بحل أسئلة مباشرة، وأثناء حل الأسئلة راح أراجع لك أعداد الكم الأربعة. إحنا لحد الآن يا طلاب تعلمنا إنه آن ينطيني ذرة أو أيون ويقول لي اكتب أعداد الكم الأربعة للإلكترون الأخير أو للإلكترون ما قبله الأخير. اليوم بالعكس، اليوم راح ينطيني أعداد الكم الأربعة ويقول لي اكتب الترتيب الإلكتروني. واضح؟ باوع وياي هذا المثال. مثال 1-7 يقول إذا كانت للإلكترون الأخير لذرة عنصر ما أعداد الكم الأربعة الآتية. باوع إذا كانت للإلكترون الأخير، أهم شيء جاي يحكي لك على اليمن، جاي يحكي لك على الإلكترون الأخير. إذا كانت للإلكترون الأخير لذرة عنصر ما أعداد الكم الأربعة الآتية، منطيك أعداد الكم الأربعة اللي هو عدد الكم الرئيسي يساوي 3، وعدد الكم الثانوي يساوي 2، وعدد الكم المغناطيسي يساوي موجب 1، وعدد الكم المغزلي يساوي سالب نص. فما العدد الذري لهذا العنصر؟ Example 1-7 If the last electron of an atom of an element has the following four quantum number N equal 3 and L equal 2 ML equal plus 1 MS equal minus half What is the atomic number of this element؟ أي أنه نفس المطلب ونفس المنطوق بالضبط. باوع طلاب بالمحاضرة الخامسة والمحاضرة السادسة واللي تعلمناه لحد الآن ينطيني ذرة أو ينطيني أيون ويقول لي اكتب أعداد الكم الأربعة. اليوم بالعكس، باوع اليوم بالعكس، اليوم منطيني أعداد الكم الأربعة. شوفهم ذول أعداد الكم الأربعة منطيهم إلي، هذا وهذا وهذا وهذا، منطيني أعداد الكم الأربعة ويريد من يمي العدد الذري للعنصر. أنا شلون أعرف العدد الذري للعنصر؟ أعرف العدد الذري للعنصر من خلال الترتيب الإلكتروني. يعني أنا لو أقول لك يابا عندك فد عنصر معين، عندك فد عنصر معين ترتيب الإلكتروني مثلاً 1s2 2s2 2b6 مثلاً، أقول لك يابا هذا العنصر الآن شقد العدد الذري ماله؟ أنت بمجرد ما أنه تباوع الترتيب الإلكتروني، تباوع الترتيب الإلكتروني تقول 2 و2 4 و6 10، فتقول استاذ هذا العدد الذري ماله يعني 10، اقول لك مضبوط. فاذا احنا شلون نعرف العدد الذري للعنصر؟ العدد الذري للعنصر نعرفه من خلال الترتيب الالكتروني، لانه نعرف انه عدد الالكترونات هو مساوي للعدد الذري. فاذا لما يكون العدد الذري هو المجهول معناه الترتيب الالكتروني هو المجهول، لانه انت من تستخرج الترتيب الالكتروني راح تقدر تستخرج العدد الذري. المهم الآن يا طلاب إنه هو منطيني أعداد الكم الأربعة ويريد العدد الذري، إذا لازم أستخرج الترتيب الإلكتروني، لازم أستخرج الترتيب الإلكتروني ومن خلال الترتيب الإلكتروني أستخرج العدد الذري. هكذا نوع من الأسئلة يا طلاب لما ينطيني أعداد الكم الأربعة
ويريد العدد الذري، أو ينطيني أعداد الكم الأربعة ويريد الترتيب الإلكتروني. بهاي الحالة عندي فالطريقة خاصة أعلم بها الطلاب. أنا عندي هواي طرائق خاصة أستخدمها ويا طلاب الصف السادس علمي بالمعهد. اليوم فالطريقة بسيطة من هاي الطرق راح أستخدمها وياك. باوع هاي الملاحظة طبعا ما موجودة بالملزمة، فأنت ضيفها من يمك. ملاحظة: إذا كانت أعداد الكم الأربعة معلومة لذرة عنصر ما والمجهول هو الترتيب الإلكتروني للعنصر أو المجهول العدد الذري، فنتبع الطريقة الآتية. لن نرحل. باوع علي هاي الملاحظة. يقول إذا كانت أعداد الكم الأربعة معلومة، باوع علي أعداد الكم الأربعة إيش فيهم؟ كلهم معلومات. إذا كانت أعداد الكم الأربعة معلومة لذرة عنصر ما والمجهول هو الترتيب الإلكتروني للعنصر أو المجهول هو العدد الذري للعنصر. ما دام أعداد الكم الأربعة والمجهول هو العدد الذري، نتبع الطريقة الآتية. هاي فالطريقة خاصة بيني وبينك تخليك تحل هيك أسئلة. الآن أنت منطيك أعداد كم أربعة ويريد منك عدد ذري، شلون أكتب هذا العدد الذري؟ أتبع هاي الطريقة. هاي الطريقة خاصة بيني وبينك. باو هاي الطريقة شو تقول؟ تقول لن نرحل. شو تقول؟ لن نرحل. هاي طريقة خاصة. شنو يعني لن نرحل؟ باوع لي هاي الطريقة. طريقة لن نرحل، هاي الطريقة شنو؟ لن نرحل. باوع الآن عندك لن نرحل. هذه الأحرف، هذه الأحرف سوي لياها بالإنجليزي. هذا الان، هذا الان، وهذا ال. باوع لن L و N، لن نرحل. كلمة نرحل عفياها الآن. الآن اهتم لي بلن. لن نرحل، لن نرحل، لن يعني N و L. أوكي ماكو مشكلة، تعال وياي، تعال بس ركز. الآن باوع لي الأن، إيش قد منطيق لك بالسؤال؟ منطيك الأن ثلاثة. إيش قد منطيك الأن؟ منطيك الأن ثلاثة، منطيك الأن ثلاثة. الأل إيش قد منطيق لك؟ منطيق لك هذا الأل، منطيق لك اثنين. زين تعال، ال L بيا حالة يساوي اثنين. باوع وياي، ال L بيا حالة يساوي اثنين. احنا نعرف كل الزين، اذا كان المستوى الثانوي الاخير S فمعناه قيمة ال L يساوي صفر. اذا كان المستوى الثانوي الاخير هو P فمعناه قيمة ال L يساوي واحد. اذا كان المستوى الثانوي الاخير D فمعناه ال L يساوي اثنين. اذا كان المستوى الثانوي الاخير F فمعناه قيمة ال L يساوي 3. باوع وياي، الآن ال L ايش قد منطيق قيمته؟ ال L منطيق قيمته 2. إذا المستوى الثانوي الأخير منه؟ D، لأنه ال L لما يساوي 2 معناه المستوى الثانوي الأخير منه؟ D، معناه المستوى الثانوي الأخير منه هو D. واضح؟ إذا هذا D. انتهى الموضوع. باوع للطلاب، عبارة لن نرحل شنو يعني لن نرحل؟ يعني هنا حرف النون، هنا حرف النون، وهنا حرف ال L. باوع لن نرحل. ال N 3 منطيق لي بالسؤال، ال L قيمته 2، ال L قيمته 2، وال L لما قيمته 2 معناه مستوى الطاقة الثانوي الأخير هو D. الآن كلمة لن اتعلمت شلون استفاد من يمها. أجي لن نرحل، شنو يعني لن نرحل؟ يعني راح نبقى متشلبين بأماكننا، راح نبقى متشلبين بغرفنا، راح نبقى متشلبين بقاعاتنا. إذا الآن راح نبقى متشلبين بالقاعات مالتنا اللي جاي ندرس بيها، ما راح نروح لأي مكان، نبقى. فإذا نجي نوزع الغرف مالتنا أو نوزع القاعات مالتنا اللي هي من هي؟ اللي هي الأوربيتالات. الدي بي كم أوربيتال؟ بي 5 أوربيتالات. بيش قد؟ بي 5 أوربيتالات. 1 2 3 4 5 بهذا الشكل. باوع لعبارة لن نرحل، لن نرحل، لن نرحل يعني تقول أنا عندي هذا النون وهذا ال L. واضح؟ لن نرحل. الآن لن هذا ال N اللي مطيق لك 3، L هذا ال L، ال L ال L قيمته 2، لما يكون ال L 2 معناه D. إذا استفادت من كلمة لن. لن نرحل يعني ما راح نروح لأي مكان، راح نبقى متشلبين بقاعاتنا، راح نبقى متشلبين ببيوتنا، راح نبقى متشلبين بغرفنا. واضح؟ فإذا نجي نوزع القاعات مالتنا اللي هي الأوربيتالات. الدي بي كم قاعة؟ بي 1 2 3 4 5. افتهمت هذا الشيء. الآن نكمل حل كمان متعلمين. هنا 0 سالب 2، هنا عندك موجب 1 موجب 2، بهذا الشكل. باوع وياي،
الآن شو تسوي؟ أنت موزع توربيتالات، موزع توربيتالات. الآن أنت ما تدري كم إلكترون، أنت ما تدري كم إلكترون موجود عندك هنا. تعال خلي لي الإلكترونات كليتهم، خلي لي الإلكترونات كليتهم. أنا أريدك تخلي كل الإلكترونات. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. أوكي. الآن أجي أحدد الإلكترون الأخير. أنا الآن كتبت كل الإلكترونات. الآن أريد أحدد الإلكترون الأخير. منو بهاي الإلكترونات هو الإلكترون الأخير؟ هو مو يقول إذا كانت للإلكترون الأخير هذه أعداد الكم الأربعة، منو الإلكترون الأخير بهذه الإلكترونات؟ تعال نستدل عليه. أول شيء خلينا نحدد مكان الإلكترون الأخير. هو صاير بهاي القاعة لو بهاي القاعة لو بهاي القاعة لو بهاي القاعة لو بهاي القاعة. باو. يقول الـ ML يساوي موجب واحد. الـ ML يساوي موجب واحد، معنى الإلكترون الأخير صاير بهاي القاعة. باوع الإلكترون الأخير وين صاير مكانه؟ صاير بهذه القاعة. هذا الموجب واحد، هذا الموجب اللي هو يمثل الـ ML. هذا شيء يمثل إيه؟ يمثل الـ ML المنطي إلك. هذا الموجب واحد، إذن الإلكترون الأخير صاير بهاي القاعة. إذن الإلكترون الأخير يا إما هو هذا الإلكترون، الإلكترون الأخير، واضح؟ أو هذا الإلكترون هو الإلكترون الأخير. شلون أستدل؟ هسا أنا عرفت من خلال الـ ML معنى الإلكترون الأخير بهذه القاعة. زين من هو هذا لو هذا؟ منين أعرفه؟ أعرفه من اتجاه الإلكترون اللي هو من قيمة عدد الكم المغزلي. باو عدد الكم المغزلي منطي لك سالب نص. عدد الكم المغزلي شقد؟ سالب نص. معنى الإلكترون الأخير اتجاهه وين؟ معنى اتجاهه للأسفل. باوع لي ما دام سالب نص معنى الالكترون الاخير وين اتجاهه؟ للاسفل. فاذا تقول بهاي القاعه منو الالكترون الاخير؟ هو اللي للاعلى لو اللي للاسفل. بما انه عدد الكم المغزلي للاسفل فمعنى الالكترون الاخير هذا اللي هو يتجه للاسفل. اذا الالكترون الاخير منو؟ هو الالكترون السابع. انت هذا الاول وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس وهذا السادس وهذا السابع. هذا الإلكترون السابع هو الإلكترون الأخير، فالإلكترونات اللي بعد هذول زايدة. هذول شبيهم زايدة. هذا الإلكترون السابع هو الإلكترون الأخير. الآن إذا كملت هذا بهذا الشكل تقريبا الحل انتهى. تقريبا الحل انتهى. الآن هذه الأوربيتالات بيها كم إلكترون؟ 2، 4، 5، 6، 7. فأقول أن هذا 3D7. هذا شنو؟ 3D7. الآن إذا حليت بهذا الشكل تقريبا الحل انتهى. الآن بقى فتشي بسيط. تعال اكتب قانون الترتيب الإلكتروني اللي هو S S بس بس دبس. هذا القانون مالك، هذا القانون مالك. أول S رقم 1، هذا 2 وهذا 3 وهذا S 4 وهذا S 5. أول B 2 وهذا 3 وهذا 4. أول D رقمه 3. باور وياي. الآن أنت لمن وصلت؟ وصلت لل 3D. وصلت لمن؟ لل 3D، يعني اللي استنتجته من خلال أعداد الكم الأربعة هو ال 3D. استنتجت شنو؟ استنتجت 3D. إذا تقول أنا واصل لل 3D، شكو شيء ورا ال 3D؟ هذا أمسحة. هذا شنو هذا؟ هذا أمسحة ما لي أي علاقة به. أوكي؟ الآن ال 3D اللي أنت وصلت لقد بي إلكترونات؟ بي 7. القبلة كلهم مملوءة بالإلكترونات. 2، 2، 6، 2، 6، 2. انتهى الموضوع. الآن كتبت الترتيب الإلكتروني أقدر أعرف العدد الذري. تعال احسب الإلكترونات. 2، 2، 4، 6، 10، 2، 12، 6، 18، 22، 7، 27. إذن إيش قد العدد الذري؟ إذن العدد الذري 27. فأكتب يا بأنه العدد الذري، العدد الذري يساوي لي 27. وإذا بالإنجليزي تكتب atomic number equal 27. انتهى الموضوع، انتهى الحل مال هذا السؤال. السؤال بسيط وسهل ولا يحتوي على أي مشكلة. هذه الطريقة الأولى لحل السؤال اللي هي طريقة لن نرحل. هذه الطريقة الأولى. أكو طريقة ثانية لحل السؤال. الآن هذه الطريقة الأولى طريقة لن نرحل. أكو طريقة ثانية أيضا سهلة لحل السؤال راح أعلمها إليك. الطريقة الثانية يا طلاب شو تقول؟ تقول لما عندك هيك سؤال مباشرة نزل قانون الترتيب الإلكتروني
كامل اللي هو اس اس بس بس دبس. هذا القانون مالي، اول اس واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا اربعة، هذا خمسة. اول بي رقمه اثنين، اللي بعده ثلاثة، اللي بعده اربعة، اول دي رقمه ثلاثة. الان كتبت القانون مالي كامل. الخطوة الثانية شو تقول؟ تقول تعال هذا ال يساوي 2، اذا ال يساوي 2 معنى عدد الكم الثانوي الاخير منه هو هو دي، ونعرف ال يكون قبل مستوى الطاقة الثانوي الاخير، اذا مستوى الطاقة الثانوي الاخير دي فال يصير قبله 3D، فاذا مستوى الطاقة الثانوي الاخير منه هو هو 3D. اجي احدد هنا وين ال 3D، هذا ال 3D، هذا حددته. اللي بعده امسحهم، هذول ما لي علاقة بهم لانه هذا هو المستوى الأخير، هذا هو المستوى الأخير. أوكي، باوع أول خطوة كتبت القانون، كتبت القانون أول خطوة. الخطوة الثانية تجي ال يساوي 2 معناه مستوى الطاقة الثانوي الأخير هو دي، الآن يكون قبله 3D، إذا مستوى الطاقة الثانوي الأخير هو 3D. الآن شو تسوي؟ تجي هذا الدي توزع له أوربيتالات، شو توزع له؟ توزع له أوربيتالات، تقول هذا عنده 5 أوربيتالات، 1 2 3 4 5، يحتوي على 5 اوربيتالات. الان وزعت اوربيتالات، اجي الى عدد الكم المغناطيسي، انزل لارقاماتي 0 سالب 1 سالب 2 موجب 1 موجب 2 بهذا الشكل. الان تعال ركز وياي، الان نريد نحدد الالكترون الاخير وين المكان ماله، الالكترون الاخير وين المكان ماله. يقول الالكترون الاخير صاير بالموجب 1، الالكترون الاخير صاير بهاي الخانه، يعني الالكترون الاخير يا اما هو هذا او هو هذا الالكترون الاخير. شلون احدد هذا هو الالكترون الاخير لو هذا الالكترون الاخير؟ اباوع الام اس سالب، اذا الام اس سالب معناه الالكترون الاخير اتجاهه للاسفل، فهذا الالكترون اللي هو للاسفل هو الالكترون الاخير اللي هو طبعا يكون السابع. واضح؟ اذا الان نرتب، احنا نقول واحد هذا الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا السادس، وهذا السابع. واضح؟ اذا مستوى الدي ايش قد بي؟ ب7. ايش قد يحتوي؟ يحتوي على 7. الان تجي هذول المستويات القبلة كلها تكون مملوءه 2 6 2 6 2 2. الان لو تحسب الالكترونات 2 و2 4 و6 10 و2 12 و6 18 و2 20 و7 27، فتقول يابا انه العدد الذري، العدد الذري يساوي 27، او بالانجليزي اذا انت طالب متميزين تقول اتوميك اتوميك نمبر اكوال 27. انتهى الحل مال السؤال. شلون تحله؟ براحتك. تريد تمشي على الطريقه مال لنر حل، اي انه اول شيء ال ان بعدين ال ال، لن نرحل كلمة نرحل يعني نبقى بنفس القاعات مالتنا، ننزل القاعات مالتنا اللي هي الأوربيتالات. تريد تمشي على طريقة لن نرحل، تريد تمشي على هاي الطريقة الثانية، بكيفك. الآن انتهى الحل مال هذا المثال، انتقل لك إلى حل هذا التمرين. تمرين 13-1 يقول إذا كانت للإلكترون الأخير، انتبه جاي يحكي لك على الإلكترون الأخير، إذا كانت للإلكترون الأخير لذرة عنصر ما أعداد الكم الأربعة الآتية، مطيك أعداد الكم الأربعة، الـ N يساوي 4 والـ L يساوي 1 والـ ML يساوي 0 والـ MS يساوي سالب نص. اكتب الترتيب الإلكتروني لذرة العنصر وما العدد الذري لهذا العنصر. Exercise 113. If the last electron of an atom has the following four quantum numbers N equal 4 and L equal 1 and ML equal 0 and MS equal minus half. Write the electronic configuration of this atom and what is the atomic number. ركزوا وياي، نفس السؤال هذا بالضبط، بمجرد ما انه نتبع الطريقه مالتنا. انا راح اتبع هذه الطريقه، هذه الطريقه. باوع وياي، انت اي طريقه تريد تحل بها صحيحه. شلون الان ابدا بالحل؟ اكتب قانون الترتيب الالكتروني، اكتب قانون الترتيب الالكتروني مالي اللي هو اس اس بس بس دبس دبس دبس. هذا القانون مالي، اول اس رقمه 1، هذا 2، هذا 3، هذا 4، هذا 5، وهذا 6. اول بي رقمه 2، اللي بعده 3، اللي بعده 4، اللي بعده 5، اول دي رقمه 3، اللي بعده رقمه 4. الان كتبت الترتيب الالكتروني. الخطوه الثانيه تيجي تباوع للال، تيجي تباوع لمن؟ تيجي تباوع للال، باوعت للال.
هذا ال قيمته واحد، ال ايش قد قيمته؟ قيمته واحد. اذا ال قيمته واحد معناه مستوى الطاقه الثانوي الاخير منه هو بي، لانه اني ارجع واقول لك هذا ال اذا كان المستوى الاخير هو اس معناه ال يساوي 0، اذا كان المستوى الثاني الاخير بي معناه ال يساوي 1، المستوى الثاني الاخير اذا كان دي معناه ال ايش قد يساوي؟ معناه ال يساوي 2، اذا المستوى الثاني الاخير اس فمعناه شنو معناه؟ معناه انه ال يساوي 3. فالان مطيك ال يساوي 1، ما دام ال يساوي 1 معناه مستوى الطاقه الثاني الاخير منه هو بي. الان ايش قد؟ الان 4، هذا يجي قبله، هذا يجي قبله. اذا مستوى الطاقه الثانوي الاخير، انت مو جاي احكي لك على الالكترون الاخير، اذا مستوى الطاقه الثانوي الاخير منه هو 4p، هذا هو اللي ينتهي به الترتيب الالكتروني. اجي احدد وين ال 4p؟ هذا ال 4p اللي ورا كليته امسحه، لانه هذا هو المستوى الاخير. حددت المستوى الاخير، سويت حددت المستوى الاخير. لما حددت المستوى الاخير الان تجي توزع له اوربيتالات، توزع له البي كم اوربيتال؟ يحتوي على 3 اوربيتالات. ايش قد يحتوي؟ يحتوي على 3 اوربيتالات، 1 2 3، هنا 0 سالب 1 موجب 1. الان لازم نجي نحدد الالكترون الاخير وين مكانه داخل هاي الاوربيتالات، وين المكان ماله هذا الالكترون الاخير؟ باو يقول لك الام ال يساوي 0، الام ال يساوي 0، ما دام الام ال يساوي 0 هذا قايل لك الام ال هذا قيمته قد قيمته؟ قيمته 0، لانه الام ال هو ممكن سالب 1 ممكن 0 ممكن موجب 1. ما دام الام ال يساوي 0 معناه الالكترون الاخير راح يكون بهذه الخانه، وين راح يكون الالكترون الاخير؟ راح يكون بهذه الخانه. وين المكان ماله؟ يعني هسه بهذه الخانه يا اما هو هذا الالكترون او هو هذا الالكترون. باو الام ال يساوي 0 معناه الالكترون الاخير هو بهذه الخانه من الصفر، يا اما هذا الالكترون هو الاخير او هذا الالكترون هو الاخير. شلون اعرف هذا الالكترون او هذا الالكترون؟ من خلال قيمه عدد الكم المغزلي. باوع قيمه عدد الكم المغزلي ايش قد؟ سالب نص. ما دام هذا سالب، ما دام سالب معناه يا الكترون معناه الالكترون اللي هو للاسفل، فهذا الالكترون هو الالكترون الاخير، هذا الالكترون، هذا الالكترون معناه هو الالكترون الاخير. اذا الان لو نجي نوزع الكترونات كامله اقول هذا الاول وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس. اذا الخامس من هو؟ الخامس خاف من بين يمك، الخامس هذا الخامس اللي هو الاخير، هذا الالكترون الاخير. فالان لما حددت الالكترون الاخير حددت موقعه بشكل تمام. اول شيء قايل لك الان ال صفر معناه هو بهذه القاعه، اوكي. الان احدده هو هذا لو هذا من خلال عدد الكم المغزلي، قايل لك سالب نص معناه هذا اللي جوه واللي هو ايش قد هذا التسلسل؟ التسلسل هذا الالكترون الخامس، واضح؟ الان اذا هذا المستوى ايش قد بي؟ هذا البي بي 5 الكترونات، 1 2 3 4 5، بي 5 فاقول 3 بي 5. المستويات القبلة كلها تكون مملوءة بالالكترونات، اقول 2 و2 4 و6 10 و2 12 و6 18 و2 20 و10 30 و5 35. اذا اكتب يابا انه العدد الذري، العدد الذري يساوي لي 35، واذا انت متميزين تكتب اتوميك نمبر ايكوال 35. انتهى الموضوع وانتهى الحل مال هذا التمرين. تمرين جدا سهل وبسيط وما بي اي مشكله. ايش طلب من يمي؟ طلب مني انه اكتب ترتيب الكتروني، كتبت ترتيب الكتروني، وما العدد الذري؟ كتبت له العدد الذري. انتهى الحل مال هذا المثال ومال هذا التمرين. انتقل لك الى سؤال اخر بفكره مختلفه، خليك متابع ومركز وياي. ننتقل الان يا طلاب الى تمارين واسئله خارجيه، انتبه علي. عندك هذا التمرين، تمرين 1-12، يقول قارن بين اعداد الكم الاربعه للالكترون الاخير لكل من ذرتي عنصري الالمنيوم 13 والاس اي 14. المقارنه شنو بين اعداد الكم الاربعه؟ يعني اكتب اعداد الكم الاربعه للالمنيوم واكتب اعداد الكم الاربعه للسيليكون واشوف الاختلاف بمنو. باوع وياي. اذا اول ما ابدي بالاي ال 13، اكتب له ترتيب الكتروني 1s2 2s2 2b6 3s2 و3b1. الان كتبت الترتيب الالكتروني، لمن يريد اقارن اعداد الكم الاربعه للالكترون الاخير
أجي الإلكترون الأخير وين صاير؟ صاير بالمستوى بي. هذا المستوى بي عنده 3 أوربيتالات. شكل عنده؟ عنده 3 أوربيتالات بهذا الشكل. كم إلكترون؟ إلكترون واحد. أنا أنزل الأرقام مالتي 0 سالب 1 موجب 1. أجي أكتب أعداد الكم الأربعة اللي هم الـ N والـ L والـ ML والـ MS. هذه هي أعداد الكم الأربعة اللي أنا أريد أحسبهم. أباوع الـ N. الآن مستوى الطاقة الثانية والأخير، إحنا دائما تعلمنا أنه نغير لونه. ليش نغير لونه؟ لأنه كل الاعتماد بالحالة عالية، فلو نغيره نسوي 3P1. الآن هذا مستوى الطاقة الثانية والأخير، إيش قد الرقم اللي قبله 3؟ يعني الـ N يساوي 3. إذا كان مستوى الطاقة الثانية والأخير هو P، فمعناه الـ L يساوي 1. الـ ML إيش قد؟ باوع الإلكترون. الإلكترون يا رقم صاير جوا موجب 1، يعني الـ ML موجب 1. تعال للـ MS، باوع هذا الإلكترون الأخير وين اتجاهه؟ للأعلى، يعني الـ MS موجب نص. انتهى الموضوع. استخرجت أعداد الكم الأربعة مع الألمنيوم، أجي إلى أعداد الكم الأربعة بالنسبة للسيليكون. انتبه علي، أجي المن الآن؟ أجي بالنسبة للسيليكون. السيليكون اللي هو SI 14. ترتيب الإلكتروني 1S2 2S2 و2P6 3S2 وعندك 3P2 بهذا الشكل. بعد ما كتبت الترتيب الإلكتروني، هذا المستوى الأخير هو P، يعني عنده 3 أوربيتالات. قد عنده 3 أوربيتالات؟ 1 2 3. كم إلكترون؟ 2 1 2. أنزل الأرقامات 0 سالب 1 موجب 1 بهذا الشكل. إحنا دائما قلنا الاعتماد على اليمن على المستوى الأخير، فدائما نغير لونه، دائما نغير لونه على مود الميزة اللي هو 3P2 بهذا الشكل. أجي إلى أعداد الكم الأربعة اللي هما منه؟ اللي هما الـ N والـ L والـ ML والـ MS. هذول هما أعداد الكم الأربعة اللي أنا أريد أحسبهم. أول ما أجي للـ N، المستوى الأخير إيش قد؟ يمه 3، يعني الـ N يساوي 3. الـ L إيش قد؟ الـ L قاعدة ثابتة، إذا كان مستوى الطاقة الثانوي والأخير هو P فالـ L يساوي 1. الـ ML أجي أباوع، هذا الإلكترون الأخير يا رقم جوا؟ جوا 0. الـ MS إيش قد؟ الإلكترون الأخير وين اتجاهه؟ للأعلى، يعني الـ MS موجب نص. لو أباوع أعداد الكم الأربعة 3 3 1 1 موجب 1 0، باوع الاختلاف بمنه؟ الاختلاف في عدد الكم المغناطيسي. هنا موجب نص، موجب نص. فإذا شو اكتب؟ اكتب انه الاختلاف في عدد الكم المغناطيسي اللي هو بين قوسين ML بهذا الشكل. إذا لما يقول لي قارن، شنو يعني لما يقول لي قارن؟ معناه أنه أكتب أعداد الكم الأربعة لكل واحد. لما يقول لي قارن، شنو يعني قارن؟ أكتب أعداد الكم الأربعة لكل واحد وأباوع أعداد الكم الأربعة، راح ألقاهم يختلفون بواحد وأقول له الاختلاف بفلان واحد. انتهى هذا التمرين. ننتقل إلى تمرين آخر. تمرين 14-1 يقول اكتب الترتيب الإلكتروني لذرة البورون اللي هو P5، ثم اكتب أعداد الكم الأربعة لجميع الإلكترونات فيها. أجي بالنسبة للبي 5، هذا البي 5، أكتب للترتيب إلكتروني 1S2 2S2 و2P1. الآن كتب الترتيب إلكتروني، يريد أكتب أعداد الكم الأربعة. المين يريد أعداد الكم الأربعة؟ لجميع الإلكترونات، يعني ذول الإلكترونات وذول الإلكترونات وذول الإلكترونات. باوع وياي، يعني هنا أنا راح أجي أوزع أوربيتال، وهنا أنا أكتب صفر. الاس أوربيتال وجواه صفر. البي 3 أوربيتالات، البي 3 أوربيتالات هنا أنا عندي 1 2 3 أوربيتالات. هنا 0 سالب 1 موجب 1. أجي للإلكترونات أوزعهم، هنا أنا عندي 2 1 2، هنا أنا 2 1 2، وهنا أنا عندك 1، هذا الواحد. الآن يريد أكتب أعداد الكم الأربعة هذول الإلكترونات كلهم، ذولة وذولة وهذا الإلكترون. نجي نكتب يا بأنه أنا عندي الإلكترون وهنا أنا عندي عدد الكم الرئيسي الـ N، وهنا أنا عندي الـ L، وهنا أنا عندي الـ ML، وهنا أنا عندي الـ MS. جدول الإلكترون الآن، أنا كم إلكترون عندي؟ عندي 5، 1 2 3 4 5. فأكتب يابا الإلكترون الأول والثاني والثالث وتكمل بهذا الشكل. يعني أنا راح أحلك 3 والباقي عليك، وذول الباقيين أصلا راح تلقي حلهم بالملزمة. تيجي بالنسبة للأول، هذا الإلكترون الأول، صاير بهذا المستوى.
الالكترون الاول بوعد على هذا الرقم ايش قد؟ واحد. ايش قد؟ واحد. يعني الان بالنسبة للالكترون الاول من هو؟ هو رقم واحد. هذا الرقم اللي هو على يسار المستوى يمثل الان. اجي للال. الال اذا كان مستوى الطاقة الثانوي اس، معناه قيمة الال ايش قد؟ معناه قيمة الال صفر. تعال للام ال. هذا الالكترون اللي هو الالكترون الاول يا رقم جواه صفر، فالام ال يساوي صفر. هذا الالكترون الاول وين اتجاهه؟ للاعلى، يعني الام اس موجب نص انتهى. ننتقل الى ثاني واحد، ننتقل الى الالكترون الثاني. هذا الالكترون الثاني باوع المستوى ماله ايش قد قبله؟ قبله واحد، يعني هنا أنا ايضا عندي واحد. ايش قد عندي؟ عندي واحد. اجي للال، هذا الالكترون الثاني المستوى ماله اس، يعني قيمه الال صفر، هذا حفظ. اجي للام ال هذا الالكترون الثاني يا رقم جوا صفر، اذا الام ال ايضا صفر. هذا الالكترون الثاني وين اتجاهه؟ للاسفل، يعني الام اس سالب نص بهذه الشكل. اجي للالكترون الثالث، هذا الالكترون الثالث الان ماله ايش قد؟ هذا الرقم. هذا الالكترون الثالث ايش قد الان ماله؟ الان ماله يساوي 2. هذا الالكترون الثالث بس ركز وياي، المستوى ماله منو؟ اس، فيعني ال يساوي صفر. هذا الالكترون الثالث ايش قد جواه؟ صفر، يعني الام ال يساوي صفر. هذا الالكترون الثالث وين اتجاهه؟ للاعلى، فيعني قيمه الام اس موجب نص. خليني اكمل لك الحل مال الرابع والخامس. الرابع الالكترون الرابع باو. هذا الالكترون الرابع باوع المستوى ماله ايش قد قبل 2، يعني الان يساوي 2. هذا الالكترون الرابع المستوى ماله منو؟ اس، يعني ال يساوي صفر. الالكترون الرابع ايش قد جواه؟ صفر، يعني الام ال يساوي صفر. الالكترون الرابع وين اتجاهه؟ للاسفل، يعني الام اس سالب نص بهذا الشكل. اجي بالنسبه للالكترون الخامس. الالكترون الخامس هذا المستوى ماله ايش قد قبل المستوى ماله 2، يعني الان يساوي 2 بهذا الشكل. الالكترون الخامس المستوى ماله منه؟ بي، واذا كان المستوى بي فيعني ال يساوي 1، واضح. هذا الالكترون الخامس ايش قد جواه؟ موجب 1، يعني الام ال موجب 1. هذا الالكترون الخامس اتجاهه للاعلى، معناه موجب نص، معناه ايش قد؟ موجب نص. انتهى الحل مال هذا التمرين. هذا التمرين الان انتهى الحل ماله. اذا هذه التمارين كلها حليناها. الان عندي سؤال خارجي يقول اكتب اعداد الكم الاربعة للالكترون الاخير للايونات الاتية. طبعا هاي الاسئلة الخارجية هي اسئلة صعبة، ودائما ما يستفادون من هذه الاسئلة هم طلاب المتميزين، لانه اساتذتهم بمدارسهم يجيبوا لهم هيجي اسئلة. يقول اكتب اعداد الكم الاربعة للالكترون الاخير للايونات الاتية. ببساطة الآن هذا أيون، أجي أسوي له ترتيب إلكتروني، يعني الآن هو طالب الهذا والهذا. أبدي بالنسبة للسي آر 24 موجب 1، أسوي له ترتيب إلكتروني. الآن هذا الأيون أنا عندي حالتين بي، الترتيب الإلكتروني للأيون بي حالتين، إذا كان أيون مباشر وإذا كان أيون غير مباشر. الآن هذا الأيون شبي، شلون أعرفه مباشر أو غير مباشر؟ إذا كان العدد الذري للأيون أقل من 20، يعني هذا مباشر، أي أنه أستخرج عدد ذري جديد وأرتب إلكتروني. إذا كان العدد الذري أكبر من 20، معناه غير مباشر، واللي بهذه الحالة نرتب ثم نوزع ثم نسحب، واضح؟ فالآن أباوع العدد الذري قد أكثر من 20، إذا هذا الأيون شبيه؟ هذا الأيون نوعه غير مباشر. شلون أتعامل وياه؟ باوع، أول شيء نرتب، اقول انا ياب الترتيب ماله هو S S بس دي. هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا اربعة. اول بي اثنين، اللي بعد ثلاثة، اول دي يبدي برقم ثلاثة. الان اخلي الكترونات لازم اوصل 24، اثنين واثنين اربعة، عشرة، 12، 18، 20. ايش قد بعد وصل 24؟ بعد لي اربعة، اخلي الاربعة هنا. الآن أنا رتبت بهذا الشكل، رتبت إلكترونات بهذا الشكل. رتبت إلكترونات، ثم نوزع معناه ملاحظات الدي. عندي ملاحظة، إذا انتهى الترتيب الإلكتروني بدي أس 4، شو يصير؟
يصير دي اس 5 وياخذ الكترون من الذي قبله. باو اذا انتهى الترتيب الالكتروني بدي اس 4 فياخذ الكترون من اللي قبله يصير دي اس 5 والقبله يصير اس 1. هذا النوع الغير مباشر لازم ضابط الترتيب الالكتروني. المحاضره الرابعه جزء اول وجزء ثاني لازم نضبطها 100%. باوع وياي باوع وياي وركز. عندك الان رتبنا بعدين وزعنا الان ثم نسحب. قايل لك موجب واحد، قايل لك شنو موجب واحد؟ يعني يفقد واحد. الفقدان اول ما يدي الفقدان منين؟ من الاس، فهذا الاس راح يفقد الواحد يصير صفر. انتهى الموضوع مالتنا. الان لما انكتب الترتيب الالكتروني بشكل صحيح تقدر تستخرج اعداد الكم الاربعه كما احنا متعلمين. شلون متعلمين احنا نستخرج اعداد الكم الاربعه؟ تيجي توزع اوربيتالات احدد الالكترون الاخير. هو قايل لك الالكترون الاخير، الالكترون الاخير طبعا صار بمستوى الطاقه الثانوي الاخير. الدي خمس اوربيتالات، الدي ايش قد؟ خمس اوربيتالات، 1 2 3 4 5، خمس اوربيتالات. باو بالوسط صفر، منها سالب 1 سالب 2 موجب 1 موجب 2. ايش قد عندك الان هنا؟ عندك 5. ايش قد عندك؟ 5. اقول 1 2 3 4 والالكترون الاخير راح اميزه لك، اغير اللون ماله، هذا الالكترون الاخير. الان شلون احسب اعداد الكم الاربعه؟ مستوى الطاقة الثانوي الأخير دائما نغير لونه لأنه أعداد الكم الأربعة تعتمد عليه اللي هو 3D5. باوع وياي. أجي إلى أعداد الكم الأربعة اللي هما منو؟ اللي هما الـ N والـ L والـ ML والـ MS. أجي للـ N. باوع للـ N إيش قد؟ هذا المستوى الأخير. الرقم اللي قبله إيش قد؟ 3 فالـ N يساوي 3. أجي للـ L. إذا انتهى الترتيب الإلكتروني بـ D معناه قيمة الـ L يساوي 2، هذا حفظ. اجي للام ال، الام ال باوع الام ال، الالكترون الاخير ايش قد جواه؟ سالب 2، يعني الام ال سالب 2. اجي للام اس، الالكترون الاخير وين اتجاهه؟ للاعلى، معناه الام اس موجب نص. انتهى الموضوع وانتهى الحل مال هذا السؤال. واضح؟ الان تعلمت شلون احل السي ار 24 موجب 1. الان راح امسح هذا الحل واحل لك السي ار 24 موجب 2. الآن عندك سي ار 24 موجب 2. انتبه علي، اباوع للايون. الان عندي ايون العدد الذري ماله اكثر من 20، باوع العدد الذري ماله ايش قد؟ اكثر من 20. ما دام العدد الذري ماله اكثر من 20 اللي هو طبعا 24، العدد الذري اكثر من 20 معناه نوع غير مباشر. نرتب ثم نوزع ثم نسحب. اجي ارتب على وفق ال 24، اقول 1s2 2s2 2p6 3s2 و3p6 4s2 وعندك 3d4 بهذا الشكل. طبعا هذا الترتيب الالكتروني هو نفسه مال السي ار 24 قبل شويه لما كتبنا. واضح؟ 2 2 4 10 12 18 20 24. الان رتبت ثم نوزع، ثم شنو؟ ثم نوزع. التوزيع شنو؟ ملاحظات الدي. اذا انتهى الدي، هذا الدي اذا انتهى باربعه فشي يصير ياخذ الكترون من القبله، القبله يصير 1 وهذا يصير 5. نرتب ثم نوزع، وزعنا ثم نسحب. عندك موجب 2 يعني تسحب 2. السحب منين يصير؟ السحب اول سحب يصير من الاس، الاس راح نسحب من يمه 1 وراح يصير 0. واضح؟ سحبنا من الاس. زين انا لازم اسحب 2، عندي موجب 2 يعني يفقد 2 لازم اسحب 2. هسه سحبت 1 من الاس، بعدين منين اسحب؟ اسحب من الدي، فالدي يصير 4، لانه احنا نعرف كل زين انه الاس اول واحد يفقد، بعدين اللي يفقد هو الدي، والبي ابدا ما يفقد، هذا متعلمين بالمحاضرات السابقه. اذا رتبت بعدين وزعت بعدين سحبت. الان لما كملت الترتيب الالكتروني بشكل صحيح تقدر تكتب اعداد الكم الاربعه بشكل صحيح. شلون اكتب الان اعداد الكم الاربعه؟ المستوى الاخير اميزه، اغير لونه اللي هو 3D4 بهذا الشكل. اجي اوزع له اوربيتالات، اوزع له اوربيتالات، ادي 5 اوربيتالات، ايش قد 5 اوربيتالات؟ هنا عندي 1 2 3 4 5 0 سالب 1 سالب 2 موجب 1 موجب 2. الان ايش قد عندي؟ عندي 4، 1 2 3 4. الالكترون الاخير اميزه، اغير اللون ماله، هذا الالكترون الاخير. الان اجي باو، الان ايش راح اسوي؟ اكتب اعداد الكم الاربعه اللي هم الـ N والـ L والـ ML والـ MS. ها
هذول هم أعداد الكم الأربعة. أجل الآن أضوع مستوى الطاقة الثاني والأخير إيش قد قبل الثلاثة، فالآن يساوي ثلاثة. أجل الـ L، أجل من الـ L، مستوى الطاقة الثاني والأخير هو D، فمعناه الـ L يساوي 2. هذا حفظ وإحنا متعلمين. الـ ML تيجي تبوع على الإلكترون الأخير إيش قد جواه سالب 1، يعني الـ ML سالب 1. الـ MS بوع الإلكترون الأخير، الإلكترون الأخير وين اتجاهه؟ للأعلى، معناه الـ MS إيش قد موجب نص. انتهى الموضوع وانتهى الحل مال هذا السؤال الخارجي. حلينا من CR 24 موجب 1 وحلينا من CR 24 موجب 2. سؤال صعب نوعا ما لكن لازم نتعلمه. انتقل الى سؤال خارجي ايضا. يقول اكتب اعداد الكم الاربعة المن، يقول اكتب اعداد الكم الاربعة للالكترون ما قبل الاخير، المن للالكترون ما قبل الاخير لكل من Cu 29. اجي ارتب ترتيب الالكتروني Cu 29. ترتيب الالكتروني راح يكون S S بس بس D، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا اربعة، اول B اثنين اللي بعده ثلاثة، اول D رقم ثلاثة. لازم اخلي الالكترونات توصل 29، اثنين واثنين اربعة، وستة عشرة، واثنين اثناعش، وستة ثمنتعش، واثنين عشرين. ايش قد بعد وصل 29؟ بعد تسعة. اضاوع الان لما كتبت ترتيب الكتروني، كتبت ترتيب الكتروني انتهى الترتيب الالكتروني بدي اس 9، وانا اعرف كل زين من المحاضره الرابعه اذا انتهى الترتيب الالكتروني بدي اس 9، اذا انتهى الترتيب الالكتروني بدي اس 9 شو يصير بهاي الحاله؟ ياخذ الكترون من مستوى اس الذي قبله، فهذا يصبح واحد، وهذا ايش قد يصبح؟ يصبح 10. على مود هذا يصير نصف مشبع وبالتالي مستقر، وهذا يصير مشبع وايضا مستقر. الان لما كتبت الترتيب الالكتروني، كتبت الترتيب الالكتروني بشكل صحيح، اقدر اكمل حل ببساطه. تجي للمستوى الاخير تميزه، شلون تميزه؟ تغير اللون ماله. هذا المستوى الاخير نجي نميزه، نغير اللون ماله اللي هو 3D 10 بهذا الشكل. الان تجي تقول يابا هذا ال 3D، هذا ال D يحتوي كم اوربيتال؟ يحتوي خمسة. ايش قد يحتوي؟ يحتوي خمس اوربيتالات، يحتوي لي خمس اوربيتالات بهذا الشكل، خمس اوربيتالات، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. عندك صفر سالب واحد سالب اثنين موجب واحد موجب اثنين. الان لازم اخلي الكترونات ايش قد؟ الكترونات عشرة، واللي يهمني بيهم هو الالكترون ما قبل الاخير. باو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هذا عشرة. ليش عبرت التاسع؟ عبرت التاسع لأنه التاسع هو الإلكترون ما قبل الأخير. باوع هم عشرة، هم عشرة، يعني هذا عشرة إلكترون هو الأخير. أنا أريد الما قبل الأخير اللي هو التاسع. واضح؟ الآن أقدر أكمل أعداد الكم الأربعة ببساطة، اللي هم الـ N والـ L طبعاً كل واحد قد يساوي، والـ ML إيش قد يساوي، والام اس ايش قد يساوي. ابدا بعدد الكم الرئيسي الان، باوع المستوى الاخير ايش قد قبل 3، يعني الان يساوي 3. فارزه اجل ال ال، المستوى الثاني والاخير دي، فمعناه ال ال يساوي 2. اجل الام ال، الام ال باوع الالكترون ما قبل الاخير ايش قد جوا؟ سالب 1، يعني هذا سالب 1. اجل الام اس، باوع لهذا الام اس، هذا الام اس تيجي تباوع الالكترون ما قبل الاخير اتجاهه للاسفل، فمعناه سالب نص. الآن يا طلاب اللي باقي لي شنو؟ اللي باقي لي هي أسئلة الفصل المتعلقة بأعداد الكم الأربعة. تقريبا هم أربع أو خمس أسئلة من أسئلة الفصل المتعلقة بأعداد الكم الأربعة. أسئلة الفصل المتعلقة بأعداد الكم الأربعة مو كلها راح أحلها. أكو أسئلة نفس الأفكار اللي شرحناها بالضبط، هاي ماكو داعي أنا أحلها، وإنما أنت تتقوى بها وتتأكد من حلك من خلال الملزمة، لأنه بالملزمة كل الأسئلة محلولة. لكن أكو أسئلة أفكارها مغايرة أو أفكارها جديدة، هذه الأسئلة الآن راح أشرحها إليك ونختم محاضرتنا لهذا اليوم، وبالتالي نختم الفصل بشكل نهائي، فخليك متابع ومركز وياي. طلاب الآن عندنا هذا السؤال من أسئلة الفصل، طبعا هذا السؤال هو مهم جدا. باوع للطلاب، يقول عين قيم أعداد الكم الأربعة للإلكترونات الموجودة في المستوى الرئيسي الأخير. ببساطة اكتب لهم أعداد الكم، ببساطة شغلة يعني كل السهلة ما إنه فد بيها صعوبة، الآن أنتوا مضبطيها. لما أجي الإلكترون الثالث، الإلكترون الثالث والرابع هم اثنينهم نفس عدد الكم الرئيسي، نفس عدد الكم اللي هو عندك المستوى إيش قد قبل اثنين، يعني الآن هنا اثنين وهنا
اثنين. الالكترون الثالث والرابع اثنينهم صارين بالمستوى S، واذا كان المستوى S يعني الالج قد قيمته، قيمته صفر، هذا احنا متعلمين. واضح هذا شنو؟ هذا احنا متعلمينه، يعني انت تعرفه. فاذا الالج قد صفر بصفر. اجي للام ال، الام ال الالكترون الثالث والرابع جواهم صفر، فالام ال صفر صفر. اجي للام اس، الالكترون الثالث، هذا الالكترون الثالث اللي هو بالاحمر اتجاهه لي فوق يعني موجب نص، الالكترون الرابع اللي هو اتجاهه الاسفل يعني الام اس سالب نص. انتهى الحل. اذا الان كتبت اعداد الكم الاربعة للالكترونات الموجودة بالمستوى الرئيسي الاخير. انتقل للبي 15 اللي هو طبعا الاكثر اهمية، اللي من هو؟ هو بي 15، ترتيب الالكتروني 1s2 2s2 2b 6 3s 2 و3b 3، هذا هو الترتيب الالكتروني. الان لما رتبت الالكتروني، الخطوة الثانية ايش اسوي؟ احدد مستوى الطاقة الرئيسي الاخير. من هو مستوى الطاقة الرئيسي الاخير؟ باو. هسه جماعة رقم واحد هذا المستوى الرئيسي الاول، جماعة رقم اثنين، جماعة رقم اثنين هذول مستوى الطاقة الرئيسي الثاني، جماعة رقم ثلاثة هذا مستوى الطاقة الرئيسي الثالث. اذا هاي المستويات كل واحد لمن يكون واحدة، لمن يكون واحدة شي يمثل؟ يمثل مستوى طاقة ثانوي. لمن يكونون مجموعة، جماعة رقم اثنين يمثلون مستوى الطاقة الرئيسي الثاني، جماعة رقم ثلاثة يمثلون مستوى الطاقة الرئيسي الثالث. فالآن مستوى الطاقة الأخير هو منه؟ هو مستوى الطاقة الرئيسي الثالث. يريد اكتباني أعداد الكم الأربعة للإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الرئيسي الأخير. مستوى الطاقة الرئيسي الأخير بهاي الإلكترونات، هذه الإلكترونات وهذه الإلكترونات. فيريد أكتب أعداد الكم الأربعة لمن؟ لهذه الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الرئيسي الأخير. شلون أكتب أعداد الكم الأربعة؟ أوزع أوربيتالات الأس عنده أوربيتال واحد بهذا الشكل. أجي للبي، البي عنده ثلاث أوربيتالات، البي شقد عنده؟ عنده ثلاث أوربيتالات، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. الآن الأس بي إلكترونياً واحد اثنين، والبي عنده ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. أجي أخلي الأرقام مالتي هنا صفر، هنا صفر سالب واحد موجب واحد. الآن يريد أكتب أعداد الكم الأربعة لهذه الإلكترونات اللي أنا مخليهم داخل الأوربيتالات بالأحمر. الآن الإلكترونات ذول الثنين، ذول الثنين، ذول الثنين، إيش قد الأرقام مالتهم؟ أنت اللي جاي واصل عشرة، واصل عشرة، فهذا هذا اللي جاي أشر لك عليه إيش قد هو؟ هو الحادي عشر. هذا من هو؟ هو الحادي عشر. واضح؟ اللي بعد، اللي بعد هذا إيش قد رقمه اللي جاي أشر لك عليه؟ هذا هذا اللي جاي أشر لك عليه، هذا إيش قد رقمه؟ هذا رقم الثاني عشر، هذا رقم الثاني عشر، هذا رقم الثاني عشر. اللي بعد، اللي بعده اللي جاي أشر لك عليه هذا إيش قد؟ هذا الثالث عشر، الثالث عشر يعني 13. اللي بعد، اللي بعد هذا منه؟ هذا الرابع عشر، هذا الرابع عشر. اللي بعد، اللي بعد هذا اللي بعده هو منه؟ هو الخامس عشر، هذا هو الخامس عشر. أجي إلى عدد الكم الرئيسي بالنسبة للحادي عشر. من الإلكترون الحادي عشر؟ الإلكترون الحادي عشر هو هذا، هذا الإلكترون هو الحادي عشر، هذا الإلكترون الحادي عشر. طبعا هو الحادي عشر والثاني عشر، ما دام دا اثنينهم داخل نفس الأوربيتال إذا نفس الحل. أول شيء عدد الكم الرئيسي لهم اثنينهم هو ثلاثة، هذا الداعش والاثناعش هما نفس عدد الكم الرئيسي، ونفس الـ L اللي هو صفر، ونفس الـ ML اللي هو صفر. يبقى الـ MS الحادي عشر هذا موجب نص، أما ذاك سالب نص. أجي بالنسبة للـ 13، هذا الـ 13، هذا الـ 13، الـ 13 والـ 14 والـ 15 هما كلهم نفس الـ N اللي هو هذا الرقم اللي هو ثلاثة، اللي هو ثلاثة. بالنسبة للـ L، الـ L أيضا هو نفسه لأنه كلهم داخل نفس المستوى. إذا P معناه الـ L يساوي واحد، 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 واحد. أنتقل إلى الـ ML. أجي بالنسبة للـ 13، هذا الـ 13، هذا الـ 13 اللي جاي أشر لك عليه، هذا الـ 13 إيش قد يعني؟ هذا الـ 13 بعد اللي أشرت لك يا رقم جواه موجب واحد. الـ 14 هذا الـ 14 يا رقم جواه صفر. الـ 15 هذا الـ 15 يا رقم جواه سالب واحد. واضح؟ سالب واحد. بالنسبة لعدد الكم المغزلي كلهم الإلكترونات 13 و 14 و 15 كلهم اتجاههم للأعلى، يعني كلهم موجب نص. كلهم شنو؟ كلهم موجب نص، يعني موجب واحد على اثنين، كلهم موجب نص بهذا الشكل. إلى هنا يا طلاب انتهى الحل مال هذا السؤال، واللي هو طبعا نوعا ما سؤال مركز ويحتاج انتباه.
بقية أسئلة الفصل كلها أسئلة إحنا شارحين الأفكار مالتها. إلى هنا يا طلاب نصل إلى ختام محاضرات لهذا اليوم ونصل إلى ختام الفصل الأول. انتظرونا بمحاضرات الفصل الثاني، وإلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله. مع السلامة.